رسميا اعلن سامسونج على هاتفيها القابلين للطي وهما زد فولد 3 وزد فليب 3 بمواصفات قوية. ففي هذا الفيديو سنتعرف على هاتف الزد فليب 3 فقط وما هي اهم مميزاته، ولكن قبل ذلك ارجو دعمنا بلايك لتحفيزنا على تقديم المزيد. فهاتف جالاكسي زد فليب 3 هو النسخة الاقل من الفولد 3 في السعر والمواصفات، فالهاتف ياتي بشاشة قابلة للطي، فعند طيه يصبح الهاتف حجمه صغير جدا، ولديه ايضا تصميم مميز جدا وعصري، ايضا لديه خامات ممتازة من الزجاج مع اطار من الالومنيوم، والهاتف مقاوم للماء بشهادة الاي بي اكس 8 حتى متر ونصف لمدة نصف ساعة تحت الماء. هاتف الزد فليب 3 ياتي بشاشتين، شاشة رئيسية والاخرى ثانوية، وتأتي بجوار الكاميرا الخلفية. فالشاشة الرئيسية تأتي بشكل الثقب من نوع فول دابل ديناميك أموليد 2X بحجم 6.7 إنش بجودة الفول اتش دي بلاس بدقة عرض 1080x2640 بكسل مع كثافة بكسلات 426 بكسل لكل إنش. تدعم معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتز، وتدعم أيضا ميزة الـ HDR 10 بلاس. وأما الشاشة الثانوية فتأتي بحجم صغير 1.9 إنش من نوع سوبر أموليد بجودة 260x512 بكسل. فالشاشة الثانوية تأتي بجوار الكاميرا الخلفية وتستعمل لعرض صورتك والإشعارات. والهاتف يدعم صوت السيري، يقدم تجربة صوتية مميزة، ويدعم تقنية الـ NFC. أيضا لا يدعم منفذ 3.5 ملم وتركيب الذاكرة الخارجية ومنفذ USB من نوع تايب سي. وبالنسبة لأداء زد فليب 3 يأتي بمعالج سناب دراجون 888 الداعم لخدمات الجيل الخامس بدقة تصنيع 5 نانومتر مع المعالج الرسومي أدرينو 660 وهو نفسه الموجود في هاتف الزد فولد 3. المعالج راح يعطيك تجربة مميزة جدا حتى مع الألعاب الثقيلة، راح يقدم لك أداء ممتاز، ويأتي بخيارين للتخزين 128 جيجا أو 256 مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 3.1، ويأتي أيضا بنظام أندرويد 11 مع واجهة الوان يو إي 3.5 الأحدث. وبالرغم أن الشاشة تأتي من نوع أموليد إلا أن بصمة الإصبع ستجدها مدمجة بزر الباور. وهنا أعيب على سامسونج لأنه حجم البطارية صغير، ولكن كان هذا بسبب تقليل حجم الهاتف وليسهل طيه، حيث أن البطارية تأتي بحجم 3300 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 11 واط، وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط. هاتف الزد فليب 3 القابل للطي يأتي بكاميرتين من الخلف، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 والثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 للتصوير الواسع مع فلاش. فالكاميرا تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K والفول HD والHD، وتدعم أيضا ميزة الHDR 10 بلس. وأما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل تدعم الـ HDR وتصور الفيديو بجودة 4K. ويتوفر الهاتف باللون الأسود المطفي والكريمي اللامع واللون الأخضر الغامق اللامع واللون البنفسجي اللامع. وأما سعر الهاتف لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام جاء بسعر 999 دولار، أي حوالي 18 مليون. ونسخة 256 مع 8 جيجا رام جاءت بسعر حوالي 1000 دولار، أي حوالي 19 مليون. هاتف الزد فليب 3 يأتي بتصميم مميز جدا ومختلف على أي هاتف آخر، وشاشة من نوع الرفيع القابلة للطي، أيضا لديه معالج قوي يقدم أداء ممتاز جدا وخامات ممتازة أيضا، ويأتي بأحدث نظام وواجهة سامسونج التي تم تطويرها بشكل كبير لتحصل على تجربة مميزة جدا. وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره؟ فشاركونا رأيكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه.